عليكم كبدايه لاباس عليكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ضروري اختي الدخله ديالي ديما تنقول هاد الهضره هادي والمهم هي اللي كنديرها في اللون ديال الفيديو. مهم هاد النهار ان شاء الله فيديو جديد. يلاه فطرنا ونضنا باش غادي نمشيو للمدرسه في العشيه ان شاء الله. وبغيت ندير معكم فيديو في الصباح باش نمشي للمدرسه. ما نقدرش شي نهار نفوتو بلا ما نهضر معاكم بلا ما ندير فيديو. المهم شحال من حاجه. هاد النهار عاود جيت انا واختي ثنائي واخا هي في الواقع راه المريشه الواقع راه المريشه كومبا نايضه ولكن ماشي بزاف. المهم مره وصافي ملي مره وصافي هانتوما راه والله العظيم الا كتقلقني وكدير شي حوايج شنقول لكم لا حول ولا صافي. تكون حتى هي بحالي كدمج مع اختها كل نهار يومين عندنا المناقر ومدبزه وضروري كومبا. وحق البارح كبارح كنت باغيه ندير واحد الفكره ولكن يسرى ما بغاتش حتى واحد ما قبل. البارح كنت باغيه ندير واحد الحاجه ولكن حتى واحد ما بغا في الدار. لا من اختي ما بغاتش. انا بدا ما بغيتش لان كنشوف من راسي وجبد انا راه ما نقدرش نديرها نهائيا. علاش شتي ندير اي حاجه الا نقطع شعري. اختي ما بغاتش بابا ما بغاش امي ما بغاتش حتى هي كلها. بغيتي انت تشديها وتقطعيها؟ لا شنو في نظركم واش نقطع ولا لا؟ حيت انا مازال واقطع كاري هكا. يعني شنو في نظركم واش نقطع ولا لا؟ هكا كاري. دابا يسرى البارح شدتها البكية كتقول لي دابا هادشي كامل غادي يمشي. عرفتي انا غير هذا ومشيت عند الكوفورة ولا البارح ولا ما عرف لوقاش شي جات تقطع لي لي بوانت وانا عرفتي كنرغبها كنقول لها غير لي بوانت ما تزيديليش وما تنقصيليش صافي غير لي بوانت دير شي سنتيم من شعري وداك السنتيم مازال ليا. ما نقدرش نقطع شعري لانني باغا نطولو ومشهياه طويل. والصيف اللي فات كنت قطعته ديغرادي وما عجبنيش قعد نزيد نقطعه كاري ما نقدرش. بالمناسبة نقول لهم انا واحد النهار كنت قطعت لختي لي بوانت. واحد النهار جات عندي قلت لي يسرى قالت لك دوش راه عندك لي بوانت. ايوا جيت انا قلت لها واخا قطعيهم لي هي زعما تقطع لي لي بوانت وجات شدت المقص وباغا تقطعهم لي. قطعت لي واحد تقطعه عوجه وانا عاود ملي قطعت هذيك التقطعه عوجه زعما بغيت نصلح ونزيد نقادها. فاش قديتها زدت قطعت تقطعه عوجه ولا غد لي مشيت للكوافوره. فاش مشيت للكوافوره صافي هذيك قطعت كاري حيت اصلا بقيت شويه بشويه الكوافوره زاد تكملت حتى المهم هادشي العام اللي فات ليها عام. دابا هذا عام باش طول لي شعري هكا والصراحه ما كندير له لا زيوت باش طول ما كندير له حتى شي حاجه. دابا انا شنو درت قطعت غير لي بوانت وانا شعري ثقيل راه من العام اللي فات هادي راه لا عام ونص باش قطعته عاد هكا. ودابا ان شاء الله ما غاديش نقطعو نهائيا وانا غنقطعو ان شاء الله. بابا راه ما خلاهاش تقطعو غير كانت هذا راه ما خلاهاش تقطعو نهائيا قال لها ديري اي حاجه الا تقطعي شعرك. وحتى انا معاه يعني كنوافقو الراي انه ما تقطعش شعرها لان تبارك الله شو قوي غزال طويل شحال من حاجه. انا ما نقدرش الصراحه في عاوتك نقطع شعري شو كدا تبارك الله قوي ولكن عرفتي عندي تبارك الله قوي بزاف. عرفتي في الحمام ما كيبغيش يسلك ليا ولا شابون اللي بطلي منه يعني عرفتي كيصعيب بزاف قوي وطويل يعني صعيب الصراحه. واش الشعر قوي وطويل في نفس الوقت راه صعيب انك تغسليه تمشطيه غير تمشطيه هو حتى اللي راه صعيب ولكن عادي ما عندك ما دير كيزيد جمال. راه كيقول لك جمال نصف جمال المراه شعرها الشعر. تخيلي احنا بلا شعر اولا راه لا علاقه بحال دابا. صراحه انا كيعجبني الشعر وباغا ان شاء الله نزيد نطولو اكثر من هكا. المهم البنات كيف ما قلت لكم دابا جيت معاكم باش نهضر معاكم شويش على شحال الناس اللي صراحه مهم كنلقى واحد الهجوم بزاف في الكومونتيرات واخا انا زعما ما كندخلش ليهم بزاف وما كنشوفهمش بزاف وما كنشوفش كلشي وما كتشوفش كلشي ولكن يعني ضروري كتشوفي وضروري خصك تجاوبي. سكوت قعوش اش
الحليب ديالي. قاعد فوقاش تمشي للمدرسه؟ فوقاش تقول لهم فوقاش تمشي للمدرسه؟ فوقاش في العشيه. مسكين عرفتي كيحماق على المدرسه وكيبغي غير فوقاش يمشي لها، ولكن ان شاء الله في العام الجاي غادي يدخل للرود. مزال صغير ولاد الخوين زاد مزال بغات يكبر بغات يكبر. مابغيتش ما قلت لكم البنات، المهم شحال من الناس اللي كينتقدوا وديري وفعلي وهذا، وصراحه ما كيعجبنيش الحال ملي كنشوف داك لي كومونتيرات، ولكن معليش. وفي نفس الوقت كاين الناس اللي كيجيو يحكموا عليك على شي حوايج اللي ما شافوهاش. وغير البارح مثلا، نعطي مثال ابسط الحوايج، غير البارح كنا كنديروا فيديو انا وبابا وداكشي، قال لك لا كنحسوا بك ما مرتاحاش وما عاجبكش الحال. بالعكس انا عاجبني الحال ومرتاحه والحمد لله بخير وعلى خير. والناس انا من هنا نعرف الناس انها ما كت هي كتهضر، فهمت؟ انا كنت مرتاحه وعاجبني الحال، والناس كتقول لك لا ما مرتاحاش. يعني هنا كاين واحد التناقض. انا اللي عارفه راسي كنت ما مرتاحاش، كنت انا الاولى بعدا بغيت نغير من هذا الحال، وكنت انا الاولى بغيت نخرج، وكنت انا الاولى بغيت نرجع للدار ولا شي حاجه. هذه في حالتي ما كنت ما مرتاحاش، ولكن انا صافي الحمد لله والله الا بخير وعلى خير. البارح كان بابا كيهضر، انا كنت ساكته. واش بابا غيهضر وانا وانا كنهضر معاه في نفس الوقت؟ راه ما تسمعوني لا انا لا هو. يعني انا كنعطي واحد الكلمه انه هو يبقى كيهضر او يعطي الراي ديالو ويشرح لكم شحال من حاجه. داك الشيء علاش كنت ساكته وهذا، يعني ما كانش منطقيا انه هو كيهضر وانا كنهضر في نفس الوقت. بحال ادم دابا راه كنهضر وهو كيغني لكم في نفس الوقت. ايوا هادشي اللي كاين. كيف ما قلت لكم ما تبقاوش تحكموا على شي حاجه اللي ما عارفينهاش. انا البارح يعني في الكومونتير تنقول زعما شوف الناس كيفاش كتحكم عليك، ما فرحانش ما مرتاحاش ما عجبكش الحال. الناس تيقول لك كيفاش كتشوفي في اختك نشوف ناقصه. بالعكس انا اختي انا وياها عادي، واخا يعني كنموت بين النغيار، ولكن عادي. ما علاش نغير منها اولا شي حاجه؟ علاش عادي؟ انا بعدا عمري شفت وحده كتغير من اختها عادي. بالعكس ما بينيش وبينها يعني الحسد اولا. بالعكس اختي عزيزه عليا وحتى انا عزيزه عليها، يعني هكذا وما غاديش نغير منها. وهي ربحتني معليش، انا ربحتها في اللي فات وداك الشيء، ومازال غادي نزيد نربحها، ولكن انا ما عنديش يعني ما داك التحدي جاني صعيب شويه وصافي داك الشيء علاش. ونتمنى انكم تفهموا هاد النقطه هذه. انا بخير بلا ما تجيو تبقاو تكتبوا في الكومونتير لا غير كتمثلي لا غير كديري لا. بالعكس انا بخير، كوكوس ماشي بخير ما غاديش نبقى على هاد الحال. والمهم نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضيه هذه، ونخليكم على خير وبسلام عليكم. نتلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله، ومازال عندي لكم الجديد. كنتسنى المهم كنتسنى غير التالي ديال الشهر ان شاء الله، باش غادي نديوكم معنا لبلايص زوينه. شحال شحال من حاجه عولا نديرها انا وبابا، وحتى خوتي كذلك غادي يمشيو معنا لشحال من بلاصه. وترقبوا معنا الجديد ان شاء الله، ونخليكم على خير.